الجائزة الدولية في الإنسان العربي لما له من موقف مقدر في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، فنال هذه الجائزة الأولى عالميا للإنسان العربي في الأيام القليلة الماضية. وإحنا الحقيقة لم تغيب عنا هذه المناسبة، ومن خلال اللجنة أنا بعت برقية تهنئة إلى السفير العماني الأخ الفاضل، وطبعا هنأت فيها بحصول السلطان قابوس على هذا. هذه أهمية وضع عمان، فضلا عن أن عمان لنا مع علاقات يعني تجارية وعلاقات اقتصادية واستثمارية متبادلة بيننا، لنا جالية هناك في عمان على الرغم من أن عمان ليست دولة ضخمة وكبيرة، إنما هذه الجالية تزيد عن 50,000 موجودين على أرض عمان. معظم هذه الجالية أيضا من الأطباء ومن المعلمين ومن المثقفين في هذه المنطقة، والجزء الأقل من العمالة في العراق.